لنقاش ملف تسريب الأسئلة الامتحانية ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، بداية مرحبا بك. برأيك من المسؤول من الجهات التربوية عن تكرار تسريب الأسئلة الامتحانية كما جرى مع أسئلة الصف الثالث المتوسط؟ المعروف عنه الدول والحكومات في العالم تم اهتمام كبير في مسألتين أساسيتين وهي الصحة والتعليم. التعليم هو أهمية قصوى لدى هذه الحكومات وهذه الأنظمة، ولذلك يجب أن إعداد الكوادر العلمية والاجتماعية والمؤسسات التربوية هي مهمة أساسية حتى في تطوير العلم والمناهج. تأخذ على عاتقها هذه الحكومات أن تستبدل هذه المناهج بمناهج أخرى بما ينسجم وطبيعة ما يحدث في العالم من علوم جديدة تغني الطالب. للأسف لكن في العراق، وهذا ما حدث بالنسبة لتسريب الأسئلة في مجال الرياضيات وكذلك في اللغة الإنجليزية، هو ناتج عن برمجة من أجل تدمير المجتمع العراقي. فمنذ عام 2003 والعراق يعاني من مشاكل عديدة إضافة للتعليم، الزراعة والصناعة والصحة وغيرها من المؤسسات والمنشآت. والتعليم اليوم هو ضمن هذا المخطط من أجل تدمير المجتمع العراقي حتى لا يكون في مستوى قيادة البلد من أجل إظهار النظام القائم، أو بالأحرى الأنظمة التي تأتي بعد هذه المأساة التي حلت في العراق، أن تأخذ على عاتقها مهمة بناء مجتمع جديد، مجتمع متفاني، مجتمع مخلص في مجالات متعددة منها التعليم. هذه الظاهرة ترسخت وأيضا تكررت، ظاهرة تسريب الأسئلة الامتحانية بعد العام 2003 وحتى الآن. هذا الأمر يعني كيف سينعكس الفساد الحكومي الذي هو على هذا النحو على سير العملية التربوية مستقبلا، على الجيل، على النشأ، على عملية على العملية التعليمية ومخرجات العملية التعليمية؟ يظهر هناك ناس أميون حصلوا على شهادات كما هي الشهادات التي تزور الآن وتؤخذ حتى بلقاء مبالغ معينة. فإعداد كادر مثلا طبيب أو مهندس، هذا هو سوف يقرر مصير البلد. الطبيب يجب أن يكون مؤهل ومستوى من الأهلية بحيث يأخذ على عاتقه مهمة تحسين وضع هذا المريض الذي يأتي إليه إلى العيادة أو إلى المستوصف أو إلى المستشفى. ولذلك هذا التأثير راح يكون سلبي تماما في عملية عدم الحصول على معلومات تؤهل الناس الموجودين داخل هذه المؤسسات من طلبة وآخرين، ومستوى التعليم سينخفض يوميا إلى الأسوأ كما حدث. والآن هناك تفسيرات وهناك تقارير عالمية تقول بأنه 90% من طلبة العراق يقرؤون ولكن لا يفهمون، وهذا عيب على العراق. ولم يكن في العراق منذ العهود السابقة أنه هو الذي علم البشرية على القراءة. يعني بدل أن تقوم وزارة التربية بتحسين العملية التعليمية يعني بعمل برامج لتطوير المناهج وتطوير البرامج التعليمية وبالتالي الحصول على جودة في التعليم، هي فقط الآن تعد بموضوع سوف لن تتكرر يعني تسريب أسئلة الامتحانات. هل هذا معقول؟ وزارة التربية تعد المواطن العراقي بعدم تكرار تسريب الأسئلة؟ هل وصل التعليم في العراق إلى هذا الحال المزري؟ واضح أنهم لا يهتموا بالتعليم. هناك مدارس هدمت بعد
بعد 2003 ولم تقم وزارة التربية والتعليم بإعادة ترميمها أو بنائها، وشاهدنا كيف أن الطلبة يجلسون بدون رحلات ومقاعد دراسية، وإنما على الأرض يفترشونها من أجل اكتساب التعليم في هذا المجال وخاصة في المدارس الابتدائية. وهم الآن يقولون لا يمكن أن تجري بعد هذه العملية أمور أخرى. لا، أنا أشك. وهو قرر رئيس الوزراء بأنه سوف تشكل لجنة لدراسة هذا الأمر لتسريب أسئلة الرياضيات اللغة الإنجليزية، وهذه اللجنة ستأخذ على عاتقها مهمة التحقيق. أنا أعتقد أنه من الأفضل لرئيس الوزراء أن يتخذ قرار بدل ما تشكيل لجنة، لأن المعروف عن اللجان سوف تطول هذه المهمات وتدخل في متاهات. عليه أن يقيل وزير التربية الحالي وكذلك اللجنة الامتحانية التي هي سبب التسريب في هذا، ومن ثم بعد ذلك يحالون إلى القضاء للمحاسبة. هكذا هو الواقع الممكن أن يجري حاليا في العراق. شكرا جزيلا لكم من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا.